إيطاليا ولا ننسى كذلك حضور تدريب للعديد من الأندية ليس فقط في هولندا ولكن حتى في إسبانيا ولا ننسى أيضا مانشستر يونايتد قبل الوصول لنادي الأولمبيك ليوني وحمل الفرنتين نعم 5-3-2 نعم هذا هو الاعتماد التكتيكي بالنسبة للمدير أيمن ماتسان على الجهة اليسرى سكرينيار وبوتشان في محور الدفاع خطير هذه جول جول أول سلوفاكي في هذه اللحظات مشاهدي الكرام براسية بديعة نعم يتمكن اللاعب نيميك من افتتاح باب التهديف من أول كرة ومن أول فرصة من أول مناورة على الجهة اليسرى يتمكن السلوفاكيون من افتتاح باب التهديف عن طريق اللاعب أدام نيميك ارتقاء كان جميل شكله وانفاز على المنتخب الهولندي حتى في المباراة الودية بينما مراوغة فرصة التعديل المنتخب السلوفاكي أكثر تركيز المنتخب السلوفاكي يدخل لأجواء المباراة بسرعة حول المرور غطوا عليه تماما بالكعب حضرة أرضية في القائم الثاني فرصة دوبرافكا في المكان المناسب نعم يتصدى لهذه الكرة دوبرافيك والمتابعة بالرأس مرة أخرى بيكاري في المنطقة دي بسارة أمام منتخب لاروخا عيب عن هذا الموعد العالمي الكبير ولكن حاضرة في هذه الهجمة مع دي بي سلوفاكي والتبادل من أروع ما يكون هنا التمريرة بينية وفرصة الثاني وضعية تسلل نعم الصافرة وقبل الراية قوية تاريخيا ومنتخب تشيكوسلوفاكيا بينما هنا فرصة ومراوغة وإمكانية للتسديد ولكن الزوت يخرج نهاية المطاف ويقطع هذه الكرة بالفعل أمام إيطاليا تلعب الكرة في الجهة اليمنى لفائدة سلوفاكيا وامشيك يضيع برازيل وتشيك والفوز هناك للمنتخب البرازيلي بينما كورة سلوفاكي الكرام لاعب ايس روما بينما انطلاقة سريعة لفائدة المنتخب الهولندي دي بي كرة وهولندية دي بي في الاستلام يتقدم لمن يا دي بي وسكرينيار رايع سكرينيار رايع من انتدابات نابولي القائمة فرصة إضافة الهدف الثاني كما أنت محظوظ يا زيد في هذه الكرة التي لمست العارضة أحسن المنتخب كما يجب بالنسبة للمنتخب الهولندي داخل منطقة الجزاء فرصة إلى الركنية من إذا تلعب الركنية ماذا ضيعت هنا لقطة غريبة من هنا انطلاق على الجهة اليسرى غير بعيد هنا ممكن الثاني ديبي يعيد للخلف هناك خطأ نعم الحكم حب يعطي الامتياز للهولنديين ولكن هنا في سلوفاكيا ديبي سادون رايا يا لروعة هذه التسديدة ولكن العب من سيسدد كوتشكا في وضعية التسديد كوتشكا دائما مع السلوفاك هامشيك في الاستلام هامشيك يرفع الثاني ممكن يا نمي حكم ماذا يقول واصل يلعب لا وجود لخطأ فرصة كاريك يدخل بالكرة ممتاز هذا التبادل الثاني يضيع سلاحا واضح التسديدات من خارج منطقة الجزاء هامشيك لم الاستروتمان التقدم هنا فرصة التعادل يضيع في هذه الأثناء مشاهدينا انتبهوا الرايه هنا فرصة الانفراد يا دي بي خبر هولندي فرصة هنا تحديد داخل منطقة الجزاء دي بي ولا كوتشكا وضعية التسديد كوتشكا غريب يا كوتشكا تصدي من زوت وركنيا نعم لفائدة المنتخب السلوفاكي دائما غياب عنصر الرقم فرصة كم يمكن ان تمنح الثاني يخرج دوبرافكا يغامر في هذه الكرة فيها خطأ نعم
تدخل من والشوط الثاني ربما احسن على المنتخب الهولندي اسم كبير كليوني للسلام يارمات يلعب بينيه ممتاز لثلاثي محور الدفاع كره بينيه انا داخل منطقه الجزاء وفرصه التسديد التصدي من دوبرافكا الحكم ماذا يقول كاريك الانسان ديال الهجوم من الجهه اليمنى بروبس يعمل مراوغه يسدد بروبس المنتخبات التي تحضر للمونديال القادم تفصيلنا ايام رغم انه لعب فاينل 2014 هذه الركنيه دون ان ننسى منتخب الارجنتين وان كان الالبي السيليستي نعم لازال التطبيليه حاضره بينما انطلاقه وفرصه هنا لفائده المنتخب الهولندي انشط مع الصعود للعب يانمات مرفوع الكور على القائم الثاني خبي الهولندي الاقرب للتعديل هذه العرضيه لكاس العالميه هولندا ابرز الغائبين مع الطليان بينما فرصه هنا لفائده ريبي لاعب الروزناك ترجع مره اخرى هولنديه وضعيه التسلل الراكت مرفوعه والصافره البول في البرتغال في اسبانيا وكذلك في انجلترا مع ساوثامبتون وليفرتون هذه كره وفوق المنتخب الهولندي نعم يورو 88 والكره الاماميه لكن بر الملعب الى ركله مرمى نعم فان باستن اللي امتع عشاق والجماهير الهولنديه في تلك البطوله اين هي هولندا الان غايب عن المونديال وحاضرا بينية سريعة للكرة وانطلاقة من بروس سيدا التعادل التعادل يأتي أخيرا للمنتخب الهولندي يا لروعة ثانية التسديدة في أقصى الركن الأيسر لمرمى الحارس دوبرافكا الهولنديون يعدلون أخيرا بعد ربع ساعة انطلاق الشوط الثاني بتسديدة غاية في الإتقان والدقة والروعة يا بروم سببنا على السورة نعم ينجح في تعديل النتيجة إن تصور من المنتخب الهولندي الآن عنده الفرصة لصنع التقدم والانتصار سنة لعب الذي ينشط فيها الدوري القبرصي المدربين والمنتخبين هذه كرة وفرصة الثاني ممكن الثاني ممكن الثاني ممكن ضاعت هذه الفرصة والتدخل في نهاية المطاف نعم بعد الكرة إلى التسعينيات مع مرور الوقت غابت تلك النجوم لا في انجلترا ولا في ايطاليا غياب النجوم الهولندية كما كان زمان كذلك الدوري الهولندي الحالي ليس هو الدوري الهولندي الجهة اليسرى قلت سلوفاكيا طبعا لما كان تشيكوسلوفاكيا ولما كانوا 60 امام البرازيل على البطولة التي احتضنتها تشيلي شاري هذه كرة ملعوبة على الجهة اليسرى فرصة جولان البلجيكي الذي سيكون فعلا اكبر الغائبين عن المنتخب المنتخبي الايطالي نعم هذه كرة امامية فرصة والثاني هي التغييرات التي طالت الادارة الفنية مجيء مميزة بروح الانتصار هذه كرة وفرصة الثاني تضيع فرصة الثاني تضيع للمنتخب الهولندي يعني للتسديد كان ممكن ان تسدد هذه الكرة ركنية نعم لاعب دودا كان في وضعية ممتازة تخرج إلى الركنية تنفذ الركنية فعل كرة مجددا لفائدة دودا بينية هنا بروبس في وضعية تسديدة فرصة بعيدة تماما عن مرمى الجهة اليمنى هنا انطلاقة فرصة